لاحظت وجوه شباب كثير عندهم إعاقات، حبيت ساعدهم والحمد لله هن استجابوا معي وصاروا يعني يتمرنوا بشكل ممتاز مثل ما كانوا بالأول وأفضل الحمد لله. عمي وسام شافني قال لي ليش هيك إذا قلت له أنا عاجز؟ قال لي من بكى تجي عندي نتدرب أنا وياه. هذا نتدرب، دربت عنده شي شهرين هيك شوي 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 كنت حركة. مدى الحياة طالما أنا عايش إن شاء الله ما حأترك العمل هذا مع المعاقين أو مع الأطفال هذول، العودة لحياتهم الطبيعية.